Gonna record. Now I'm recording. Eh? I'm sajil. I'm recording. I'm sajil. Back. I hope it's not gone. Alhamdulillah. Okay. عم نحكي هلا عن شنكبوت الحلقة 50. شو صار بالحلقة 50؟ So المنتج تفاجأ وكان بده شو؟ يوقف يوقف شو؟ شو كان بده يوقف؟ المسلسل؟ الحلقة الحلقة And let's also learn how to say, but the director did not let him. المخرج ما خلاه. Yeah. ما خلاه. ما خلاه. Let's see here. Bess. المخرج. ما خلاه. He didn't let him. That's the part about Ruwaida. Okay, يلا خلينا نقرأ مع بعض. رويدة المخرج غير موضوع الحلقة الميت رويدة تسأل محامي عن بيت تاع محامي جوا إنه هذا القانون بطل ماشي المنتج تفاجأ وكان بده يوقف الحلقة بس المخرج ما خلاه Okay, so let's try to memorize this, okay? So let's say, look, try not to look, don't look at the whiteboard, okay? And I will ask you questions, okay? الرويدة والمخرج شو غيروا؟ Say it again from the beginning. رويدة والمخرج غيروا Okay, so that's what you... بعد مرة. شو غيروا الرويدة والمنتج؟ رويدة والمنتج غيروا موضوع الحلقة على شو؟ شو الموضوع الجديد؟ على بيت التعب. ظن أحسن نقول هون على موضوع بيت التعب. أحسن. They changed the subject to the subject of بيت التعب. Okay. شو بتسأل رويدة المحامي؟ محامي
رويدة تسأل المحامي وشو بيجاوب المحامي؟ المحامي جاوب انه هذا الماشي. We have a small mistake. في غلطة صغيرة. لأنه هون قلنا رويدة بتسأل المضارع present tense محامي عن بيت طعب والمحامي لازم بيجاوب. لأنه we did this in present we should do this. بيجاوب. اوكي بعد مره شو بيجاوب المحامي رويدة؟ المحامي بيجاوب هذا انه بطل ماشي. المنتج المنتج كان عارف بهذا الشيء؟ لا المنتج تفاجأ. ليش المنتج تفاجأ؟ كان المنتج تفاجأ لأنه say because he didn't know about this subject. لأنه ما عرف عن الموضوع. عن هذا الموضوع. الغير. إيه إنه الموضوع تغير. لوك الموضوع تغير. The subject was changed. Now it becomes like passive, reflexive. Okay, so we say الموضوع تغير. بس رويدة والمخرج غيروا الموضوع. إيه شو كان بده يعمل المنتج؟ كان بده المخرج خلاه؟ لا المخرج ما خلاه. Let's see how much we memorize. Let's see how much also I memorize. Okay. شو صار بالأول مع رويدة؟ رويدة والمخرج. رويدة والمخرج. غيروا الموضوع. على موضوع بيت التعب. مين بتسأل رويدة أسئلة؟ رويدة تسأل المحامي عن بيت التعب. شو بيجاوب؟ محامي بيجاوب إنه هذا الأنو بطل ماشي. وشو صار مع المنتج؟ المنتج فجأة كان بدو يوقف الحلقة. يوقف الحلقة. بس المخرج ما خليه. Not bad. منيح. هلأ what we'll do is each one will say one sentence then the next will continue this time. Okay. بتبلشي صوفي. من راسك. رويدة والمخرج. رويدة والمخرج
تغيروا موضوع الحلقة على بيت أتا. غيروا. نعم. شارلوت. رويدة تسأل محامي عن بيت إتعا. رايني. What does he answer? وبجاوب إنه حيدا القانون بطل ماشي. بطل ماشي. المحامي بيجاوب. بولين بعدين شو صار؟ المنتج تفاجأ. وكان بدو يوقف الحلقة. برافو. جوزيفين. بس المخرج ما خلاه. And here you can also say المخرج ما خلاه. The U, sometimes native speakers, they wouldn't pronounce the U at the end. But for you, it's more clear if we say the U. He didn't let him. The who at the end is him. ما خلى. Bravo. Okay. خلينا نكمل هلا عن سليمان. بس in more summarized more than Rueda. Okay. سليمان. بيجيب رومل على المدرسة. أها سليمان بيجيب أو بيروح مع رومل على المدرسة. مش بس رومل. رومل و أناستازيا. إيه سليمان بيروح مع رومل. Okay, we won't put Anastasia, okay? Let's say Wilbint. Wilbint, because to write Anastasia in Arabic. Al-Madrasa. Okay, بس ليش بيروح al-Madrasa? ليش? Just your answer is مسدس. في مسدس بالمدرسة. بالمدرسة. Okay. So what we want to say is they want to get the weapons, right? لجيب السلاح. برافو. ليجيبو لأنه it's all of them. So in order to get the weapons, لا يجيبو السلاح. Okay, but here, Sophie, you can ask, like, why are there weapons at school? ليش في أسلحة بالمدرسة؟ رومل حط هونيك. Hey, or we can say he hid them there. How do you say to hide? تدارك خبا
Oh, we should remember. We should know this. I also forget. Yes, no. I see the whole story in front of me. بيروح مع روما البنت عم بيجيبوا السلاح لأنه رومل خبى يهد خبى ومين رومل؟ مين رومل؟ ولد صغير ولد ابن الناتور ببيت ببناية ببيروت برافو ابن ناتور ببناية ببيروت تعرفي شو يعني ناتور صوفي؟ لا كونسييرج اوكي طيب ابن ناتور بناية ببيروت وسليمان دايما بيجيبوا من المدرسة سو ليجيبوا لأنه رومل خباهم ولسه خبى السلاح بس خبى السلاح هونيك صح؟ اوكي خلينا نقول هالجملة سليمان بيرو مع مين بيروح سليمان على المدرسة؟ رومل والبنت ليش بيروحوا على المدرسة؟ لأنه رومل السلاح رومل خبى السلاح من هون ليجيبوا in order to get ليجيبوا السلاح وليش السلاح بالمدرسة؟ لأنه خبى السلاح هونيك. أوكي تمام بعدين بس فراس وبابر لحقوهم حلو فراس وبدر لحقوهم شو يعني لحقوهم يا أولين؟ stole لا جوزيفين find no I don't know hello followed them صح. oh yeah mm. صح لحق is to follow لحقوهم فراس وبدر لحقوهم على المدرسة لحقوهم لهونيك ايه وشو كمان الاستاذي بوزت ورجل من فرنسا اوكي معلمة
الفرنساوي علمة الفرنساوي أو مدرسة الفرنسي she was kissing so كانت عم تبوس الأستاذ الفرنسي so معلمة الفرنسي بس صوفي ان سيريان بالسوري ما بيقولوا معلمة بيقولوا انسر انسر الفرنسي انسر الفرنسي كانت عم تبوس استاذ نو الاستاذ الفرنسي because what is the difference now شو الفرق بين معلمة الفرنسي والأستاذ الفرنسي شو الفرق كيف نترجم هاي معلمة الفرنسي is like the teacher of French and الأستاذ الفرنسي is the French teacher صح يعني his name yeah like an adjective yeah he is French yeah صح so oh this is كانت عم تبوس الأستاذ الفرنسي So the difference also, الفرق إذا قلنا هون معلمة الفرنسي باست الأستاذ الفرنسي إذا قلنا باست يعني خلص يعني باست وخلص بس هلأ يعني عم تبوس ما خلص إيه وبعدين خلاص here we can still say that Sleiman saw that Badr just entered the school وهيك وخلاص هاي الجملة إيه جوزيفين سليمان شاف إنه بدر فات المدرسة سليمان كثير منيح سليمان شاف إنه بدر فات على المدرسة إذا في شيء كلمة يا صوفي سألي شكرا تعرفي فات entered راف اوكي سو شو لا خلينا نرجع لهون مين لحق هون على المدرسة فراس وبدر لحقوهن لحنيك شو كانت عم تعمل معلمة الفرنسي؟ معلمة الفرنسي كانت عم تبوس الأستاذ الفرنسي وشو شاف سليمان؟ سليمان شاف
إنه بدر فات على المدرسة. نيلة أبدأ دائما فات ع مكان فات على البيت فات على المدرسة فات ع اوكي بعد مره خلينا نعملها اوكي شو مع مين راح سليمان على المدرسه مع مين بيروح سليمان على المدرسه سليمان بيروح على المدرسه المدرسه ليش ليش السلاح بالمدرسة؟ لأنه رومل حب السلاح هونيك. Okay, again, till here. From the beginning. Try with Raymond, Raymond, فراس لحقوهم لهم لحقوهم لحقوهم شو كانت عم تعمل معلمة الفرنسي؟ معلمة الفرنسي كانت عم تبوس الأستاذ الفرنسي الفرنسي وشو شاف سليمان؟ سليمان شاف إنه بدر فات المدرسة. 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 آخر مرة. Shall we do sentence after sentence or all together? مع بعض. بعد مرة مع بعض. Okay. اوكي سليمان بيروح مع رومل والبنت المدرسة لجيب سلاح لأنه رومل أسلح هناك فراس وبدر لحقوهم المدرسة المدرسة المعلمة الفرنسي كانت عم تبوس الأستاذ الفرنسي سليمان شاف إنه بدر فات المدرسة اوكي Pauline, start the first sentence. سليمان بيروح مع رومل والبنت على المدرسة. لا. لجيب السلاح. ليجيبوا. لجيبوا. ليجيبوا السلاح. جوزيفين. لأنه رومل خبى هنيك. السلاح. سلاح صوفي فراس وبدر لحقوهم لهنيك صح
Charlotte. Malme el Franci. Kenneth am Bruce el Estes el Franci. Ja. Slijmen chef in Badr Fet el Madrasi. Ja. We still remember Rueda. الأفعال الصعبة, the difficult verbs, كان إنه to stop, he stops. بيوقف. And it's not used anymore. بطل ماشي. They followed them. لحقوهم. Bravo. He didn't let him. They changed. غيروا. And the law was changed. Okay, تمام. هلا مع بعض تحكوا عن شو عملت بالصيف. شو عملت غشة بالصيف؟ شو أبوها تجوز رفيقتها يافا بمومباي. يا الله. اوكي. قديش وقت هلا؟ شي هلا 18 20 25 till around 25 26. Okay, Anna, I will call you from the breakout room. Okay. I will leave someone with me, okay, so that you will. It doesn't work like this. I have to do it manually. You're the lucky one.
I am. شو عملتي بالصيف؟ كتير بس أنا شغلت كمان كتير لأنه أنا شوي مشكلة بالمناسبة لأنه ما في كتير مصاري اشتغلت حلو انا رحت مره استيبونا كثير حلو ولا شو عملت بس مش كثير اكلنا كثير شربنا كثير و كان في كثير شمس و بيتنا كان كتير قريب من البحر. كنتوا بفندق أو ببيت؟ ببيت. عائلة حبيبي عندهم بيت هوني. واو. إيه كتير حلو. ورحتوا على مربية؟ واحد مرة. حلوة. بورتوبانوس. ما بحب كتير. الناس مش بس هلا ما في حفلة و ما في حفلة؟ لا like parties صح مش حلو لا بس حلو كمان مش ما في كتير ناس نعم ما في كتير ناس بس إسبانيا هي زون برتقالية هلا بس لما انت كنتي ما كانت لا اوكي يعني لا. ما عملتي حجر الصحي كارانتين لا وانا رحت كمان فرنسا مع رفيقتي ببيت كمان ببيت وين بفرنسا قريب من سان تروبي قديش بقيتي هونيك قديش بقيتي هونيك أسبوع ولما أنا رجعت البيت فرنسا كان أحمر عن جد؟ إيه أوه ماي جاد بس بعد ما رجعتي بعد اوكي يعني كمان ما عملتي كارانتين لا منيح لا حظك حلو بعرف واو وانتي سافرتي؟ سافرت بس يومين
أو ثلاث أيام على تفرق. إيطاليا على سردينيا. آه حلو. كتير حلو. رحنا على بورتو تشيرو. بورتو تشيرو. كمان ما كان ما في كتير ناس وما في حفلات ما في بارز ما في بس مطاعم وبحر بس الأكل كتير طيب والرقص كتير حلو والبحر كتير حلو كان حلو بس كتير قصير بس كمان كتير رحت هون على البحر بي زاندفورد حلو كان تأثير ايه والتاكس كتير مني هونيك لازم سفرنا بال نوفمبر ديسمبر ايش هلا ان شاء الله بنوفمبر ديسمبر ما بعرف ايه بأوروبا وكيف كيف بيروت كيف عائلتك مشني كتير صعب الحالة مش منيحة ما بيعرفوا شو حيصير ما في حكومة أو حكومة جديدة نفس الناس نفس الناس بالحكومة الجديدة ما عندهم أمل تعرفين أمل مش عمل أمل هوب هوب ما عندهم أمل صعب ما بعرف شو حيصير بلبنان كتير صعب أنا شغلي أنا بفتش كمان مساري للبيروت لأنه نحن كمان ببيروت مناسبة بس كمان كتير صعب ما حدا بده يعطي مساري لبيروت كتير صعب بس الأسبوع الجاي عندي موعد أفسبرك بال حكومة the government حكومة بحكومة هولندي وإن شاء الله أنا أنتي رايحة وأنا راح حكى عن بيروت راح أحكي عن بيروت أحكي عن بيروت واو كويس إن شاء الله خير إن شاء الله خير حرام بيروت وانتي بتحكي كتير مع عائلتك اكيد كتير هاي اول مرة بحس انه بدهم يتركوا بيروت اول قبل هني دايما بيقولوا لا نو مستحيل مخلك نحنا منحب لبنان منحب بيروت ما بدنا هاي المرة ما في أمل ما في أمل مع الأسف أنا بدي روح كمان بس في كتير كورونا وتزون أورانيا صعب وأولادك هن فهموا شو صار؟
فهموا شو صار. بيروت ايه ايه كتير كتير زعلانين حزينين كتير لانه كل ال يعني كازنز اولاد عمهم كلهم هنيك كتير زعلانين I will call them. Yeah. إيه بس منيح بعدك بتحكي عربي منيح. الحمد لله ما نسيت. شو ما نسيت؟ ما نسيت العربي. شو يعني؟ ما نسيت في الخيطن. آه ما نسيت. آه أوكي إيه. شوي لا ماشي الحال ماشي الحال منيح وإن شاء الله خير يعني للمنظمة تبعك إن شاء الله تلاقوا مصاري دعم support دعم إن شاء الله إن شاء الله بس ممكن في ناس عندكم ما عندهم شغل لازم يبطلوا شغل ايه هولندا بقى كمان ب مكتب ب لندن والله ايه الماني كمان ايه بس انا لا الحمد لله مش الحال يا بنات؟ ايه مش الحال ايه؟ اوكي منيح كان عندكم كفاية وقت؟ صحيح منيح كفاية منيح اوكي قبل ما حنعمل راب شوي هلأ بس قبل حنشتغل شوي بهذا الكتاب هذا التريمستر بدي نعمل شوي عن العيلة شابتر سبعة هلأسة شوي شابتر سبعة العيلة اوكي سو هيدا الشابتر فيه كتير مفردات vocabulary so there's not much to explain so كل اسبوع بعطيكم quizlets لتدرسوهم الكلمات ونعمل التمارين بظن الأسبوع الجاي بنعمل 7-1 و7-2 يعني حتى صف حتى تمرين 7-2-2 7-2-2 ايه صفحة؟ انا عندي غير صفحة مش صفحة بس التمرين 7-2-2 اوستوك زيبو عندكم؟ كله عندكم 7-2-2 عندكم؟ ما عندي 7-2 وكمان 7-2 ايه اسمه dialogue in colloquial Arabic dialogue dialect yeah ايه هيدا yeah هيدا ايه يعني until here يعني right before 7-3 قبل 7-3 هيدا ايه انا كمان اوكي
اوكي خلينا نعمل الراب هلا اوكي دربتوا على القراءة الأسامي بها القصة ما حيكونوا مضبوطين Did you practice a bit? Are you able to follow the speed أو لا؟ لا مش هلا بس مشان صوفي وبولين رح حط الراب هلا وانتو حاولوا انه تقروا مع الراب اوكي شو كان اسمه يمكن ما رح ننسى الأسامي بهالقصة ما حيكونوا مزبوطين المأساة واقعية الأحداث حقيقيين أوجع بتعلم جروح رح تبقى سنين بأربع أيام بلحظة واحدة تغير حياة ملايين وليد بلش نهاره بتنجم تهوي على روح كان عنده خدمة بعد الظهر بفوج الإطفاء ما ودع أهله بس ترك عادي كلهم يوم ما كان متوقع المستنزل اللي حيصير بعدين ليال بالمستشفى شغلة لا إلها حياة بتحب المرضى تعملهم كلهم مثل إخواتها ليا وعيت مبسوطة صغيرة ومحمسة هي موعودة تنزل بصورة تاتها بالأشرفية روز الناطرة أحفادها موعودة من ولادها زيارة ناطرة عالشباك البيت تتوصل السيارة عمر دور الفان من الدورة على البربير عم بيجرب يسترجع الوضع الصعب كتير علي واعد الحجة ينزل يتهنى الدكان فادي فتح الباب بركة بيعمل له قرشين أبو الياس كان عم يشرب كرعة بنص الدوام يشتغل على الكور من سنين صرت فجأة ولع حنين اوكي سو ات جوز فيري فاست بس أنا بظن إنه مش ضروري تقروا معه مش ضروري okay so stop trying to follow his speed هذا كتير صعب بس اللي حلو إنه إذا عم تسمعوا to follow the translation لأنه بدي إنه إذا سمعتوا الأغنية تفهموا شو عم بيقولوا بس فهمتوا يعني concentrate more on understanding what he's saying and not trying to follow it, to say it with him okay نحن عملنا مع بعض حتى هون إيه له okay هو الراب بيحكي عن شو بيحكي برايني عن اتفاجن انفجار 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 نعم the explosion ببيروت اوكي وشو بالضبط عن مين بيحكي شارلوت عن الشخص ببيروت عن أشخاص ببيروت أشخاص ببيروت إيه شو بيحكي عن هدول الأشخاص جوزيفين عن هو بيحكوا عن حياتهم عادي إيه حياتهم اليومية قبل الانفجار قبل الانفجار يعني شو كانوا عم بيعملوا هدول الأشخاص قبل الانفجار بيحكي عن وليد وليد بلش نهاره بفنجان قهوة وليد started his day chilling with a cup of coffee كان عنده خدمة بعد الظهر بفوج الإطفاء يعني وليد شو بيشتغل
Bill Fire A, who is a firefighter. Okay. وبيحكي عن ليال. شو بتشتغل ليال؟ بالمستشفى. هي ممرضة. هي نورس ممرضة بالمستشفى. وانه هي كتير بتحب المرضى. She loves to. وبيحكي عن ليا. ليا. هي ليا مين؟ بنت صغيرة. كانت كثير مبسوطة وصغيرة ومحمسة. انتوزياستك. ليش؟ لأنه كانت رايحة تزور تيتا بالأشرفية. وبيحكي عن روز. روز هي التيتا تبع ليا. روز كانت ناطرة أحفادها يعني her grandchildren يجوا يزوروها. كانت ناطرة على الشباك شباك بيتها. وبيحكي كمان عن عمر. عمر يلي راح بالفان من الدورة على البربير. These are just two regions in Beirut. ليش عم يجرب يسترزق بهالوضع الصعب كتير. He was trying to earn it. وبيحكي عن علي. علي يلي وعد الحجة يدهن له الدكان. تعرفوا شو يعني الحجة؟ الحجة يعني an older woman. لأنه it's assumed that the older woman has done the Hajj already. So they call Muslims call the, they don't say an old woman, they say Hajj. So any woman actually who has done the Hajj is a Hajj. But usually they're old. When you say Hajj, you imagine an old woman, an older woman. So Ali was at the Hajj because he had promised to paint her shop. Fadi فتح الباب. لا بركي بيعمل له قرشين. وأبو الياس كان عم يشرب كرعة بنص الدوام. And he was sitting in the middle. Okay. وأبو الياس شو بيشتغل؟ على البور. بيشتغل بالبور من سنين. اوكي هدول الاشخاص يلي حكى عنهم. وهلا فجأة ولع حريق بالبور صار فيه ارباك. اوكي سو فجأة شو يعني؟ suddenly ولع حريق بالبور. ولع حريق يعني عشان blow up. ولع is to blow up. A fire broke out. Bursted. ولع is also to switch on. ولع is to switch on something. ولع that the fire just blew up. بالبور صار في ارباك. ارباك يعني panic. Was panic. اوكي هلا بيحكي عن كل شخص شو صار معه. روز. روز يلي هي التيتا شافت الدخنة. She saw the smoke. هي وناطرة على الشباك. She was waiting at the window.
So هي وناطرة, you translated to while she was waiting. While she was waiting at the window. هاي روز شافت الدخلة. ليا شافتها مع أهلها هي وجاية على الطريق. Okay, شو يعني؟ Leia saw her parents, her family. Was in the street. She went out. Went to the street. Well, she was coming on the road. On her way. Tari is on the road. Ah. Yeah. So Leia saw it with her parents while she was coming on the road. وعمر صف على جنب تيصور الحريق. اوكي شو عمل عمر؟ صف السيارة. He parked. ايه صح, عمر parked على جنب. Next to on the side. تا يعني تا يعني حتى in order to in order to picture in order to film the smoke either it could be somewhere, it could be to take a picture or a video, it doesn't matter. That is the somewhere. So Omar parked on the side in order to film or take a picture of the smoke. لأنه بتعرفوا ببيروت صار في انفجارين. هيدا أول انفجار. أوكي بعدين بوجه ليا الدنيا سودت, ما فهمت ليش صار هيك. أوكي بوجه وجه يعني فيس. So this is بوج يعني in the face of Leia, in Leia's face. الدنيا يعني الدنيا, the world, دنيا سودت. تعرف شو يعني؟ Became black. Yes. Wow. It became black. That's the verb of aswad, yani to become black. So the world became black. In the face, in Leia's face, the world became black. Ma fahmet le sar hik. She didn't understand why this was happening. Yeah. She didn't understand why this was happening. Yeah. Till what time we have lesson? Quarter two? Oh yeah, quarter two. Oh. We do one more line. خلص, okay. على الضغط طارت السيارة وسحبها. Oh. This is so sad. From now on it becomes too sad. So على الضغط طارت السيارة وسحبها الملاك. Okay, I will tell you what سحبها الملاك. But let's do this. شو على الضغط? What is ضغط? We did ضغط. عندي ضغط. Oh, stress. Stress, but also pressure. So here, from the pressure, الضغط, from the pressure, طارت السيارة. The car flew. وسحبها الملاك. يعني الملاك, يعني the angel. The owner.
The angel took Leah away. So Leah died. Yeah? So the car flew and Leah died. Okay, خلاص, we stop here. So see what else, okay. If you want to continue, at least write the words that you recognize. Some words are too difficult, but let's say here, if you're doing this sentence, star, you know what star, right? Eh? It flew. Zez means glass. Eh? Zez is shebek. Rose ma qadrat tshouf ahfada. Yani, just translate the words you recognize and leave point dots in the words you don't recognize. Okay, I can warn you that if you use Google Translate, you won't get the right, because this is dialect. Okay? Mm-hmm. These words, like if you look up this in Google Translate, you will not find it, because it's a different word in Fusa. Okay. Tayyib. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا كثير. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا ميلان. صحوا على خير. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. باي.